الحسين عليه السلام ثلاث وأعداؤه ثلاث، فأما رفقاء الحسين فهم الله ورسوله والمؤمنون، وأما أعداء الحسين فهم إبليس وبنو أمية والمنافقون. من أراد النجاح في الدنيا والفلاح في الآخرة فليركب سفينة الحسين عليه السلام، فهي الأحسن وهي الأسرع وهي الأوسع. كان الصبر سلاح الحسين الأول، وكانت الشجاعة سلاحه الثاني، أما السيف فكان دوره في الأخير. من يدافع عن الحسين عليه السلام فهو لا يدافع عن مال أو جاه أو سلطان، بل يدافع عن الإيمان وعن المعرفة وعن الثبات والتضحية والجهاد والصبر وعن الفضائل الأخلاقية كلها. أما من يدافع عن أعداء الحسين فهو يدافع عن السلطة والكراسي والظلم والطغيان والرذائل جميعا. مع الحسين أنت في أمان الله، ومع أعدائه أنت في أمان إبليس، فانظر أي الأمانين تختاره لنفسك. استغاثة الحسين عليه السلام يوم عاشوراء، هل من ناصر ينصرني، لم تكن استغاثة شخصية بمقدار ما كانت استغاثة إيمانية. فكما يدعو الله عباده إلى الاستجابة للنبي لما يحييهم، كذلك الحسين يدعو عباد الله إلى الاستجابة له للدفاع عن القيم التي نادى بها جميع الأنبياء والرسل، لأن في ذلك حياتهم وجنتهم وسعادتهم ونارهم.